العمل الذي قمت به أنني وجدت أن الرقم 7 له دلالات كثيرة في الكون وفي القرآن وفي العبادات وفي حياتنا، فكل ذرة من ذرات الكون تتألف من 7 طبقات، والله تعالى خلق السماوات والأرض فجعل عدد السماوات 7 وعدد الأراضين 7، وجعل الطواف حول بيته العتيق 7، السعي بين الصفا والمروة 7، رمي الجمرات 7، السجود على 7 أعظم، الألوان عددها 7، فقرات الرقبة 7، طبقات الجلد 7. هذا أيها الأحبة يدل على أن هناك نظام عالمي كوني يقوم على الرقم 7. فعندما أنزل الله القرآن نظمه على هذا الرقم، فجعل عدد حروف اللغة العربية التي هي لغة القرآن 28 حرفا، أي 7 مضروبا في 4، 4 أمثال الرقم 7. عدد حروف الهجائية العربية، اللغة العربية الأبجدية العربية أو الألفبائية، 28 حرفا مضاعفات الرقم 7 يساوي 7 في 4. عدد الحروف المقطعة التي هي في أوائل السور ما عدا المكرر أيضا 14 حرفا، وعدد حروف الافتتاحيات المقطعة في بدايات بعض السور مثل ألف لام ميم ألف لام راء حاميم عددها ما عدا المكرر 14 أيضا. سبحان الله، 7 في 2. أول سورة في القرآن تبدأ ب7 آيات، وسماها الله 7 المثاني، قال تبارك وتعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، هي الفاتحة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها 7 المثاني وهي أم القرآن، في أيضا وأم الكتاب، هناك روايات. لذلك أيها الأحبة عندما نفتح سورة الفاتحة نجد أنها تتألف من 7 آيات، والله سبحانه وتعالى ركب هذه السورة، اختار من 28 حرفا حروف الأبجدية العربية اختار 21 حرفا ليركب سورة الفاتحة 7 في 3، يعني حتى عدد الحروف الهجائية الموجودة في سورة الفاتحة مضاعفا للرقم 7، 3 أضعاف الرقم 7، يعني 21 يساوي 7 في 3. سبحان الله، يعني ما هذا، ما هذه المصادفات؟ ولكن أيها الأحبة سوف نكتشف الآن أن الله تبارك وتعالى بالفعل له توقيع إلهي لا يمكن أن يجحده إنسان بلغة الرقم التي أصبحت لغة العصر. هذه اللغة لا يختلف عليها 2 في الصين، في الهند، في اليابان، في أمريكا، مهما كانت لغته أو معتقده أو لونه، لغة الأرقام 1 والكل يعترف بها. السؤال الذي طرحته أيها الأحبة وأتمنى أن تركزوا معي، الله تعالى لماذا جعل سورة الفاتحة وكأنها خاصة بالله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلها حديث عن الله، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني حتى عبادتنا لله، استعانتنا بالله، اهدنا الصراط المستقيم، الذي يهدينا هو الله، كل السورة محور السورة هو الله عز وجل. فقلت ماذا يحدث لو قمت بعد أو بإحصاء حروف اسم الله في سورة الفاتحة، ما الذي يحدث؟ قبل أن أقول لكم المفاجأة أيها الأحبة، لابد أن نتعرف بأن أول آية في القرآن هي بسم الله الرحمن الرحيم، 4 كلمات، بسم الله الرحمن الرحيم، وآخر آية في القرآن هي من الجنة والناس، 3 كلمات، طبعا الواو تلحق بالكلمة التي بعدها، إذن أصبح المجموع كم؟ 7.
هذه أول إشارة للرقم 7، أن الله تعالى عندما أنزل هذا القرآن أراد أن يجعل أول آية وآخر آية في القرآن مجموع كلماتهما 7. أول إشارة هذه أيها الأحبة. وقد يقول قائل إنها مصادفة، لننتقل للمرحلة التالية. إذا كانت أول آية وآخر آية مجموعهما 7 كلمات، طيب ماذا عن أول سورة وآخر سورة؟ لابد أن المصادفة لا يمكن أن تتكرر. من الصعب أن نجد عددا من مضاعفات رقم 7 هذه المرة، ولكن سنقوم بعد كلمات سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخره كلمة كلمة، لنجد 29 كلمة. عدد كلمات سورة الفاتحة 29. هذه الحقيقة أيها الأحبة لا يستطيع أن يجحدها أحد، لا ملحد ولا عالم ولا جاهل، لأنها حقيقة واقعة. آخر سورة في القرآن هي سورة الناس، كم عدد كلماتها؟ قل أعوذ بربي الناس ملك الناس إله الناس إلى آخره، سوف نجد 20 كلمة بالضبط. إذن أصبح لدينا سورة الفاتحة 29 كلمة وسورة الناس 20 كلمة. هل يمكن أن يكون مجموع هذه الكلمات أول سورة وآخر سورة له علاقة بالرقم 7؟ 29 زائد 20 يساوي 49. ما هذا العدد؟ إنه يساوي بالضبط 7 في 7. سبحان الله. والله لو أردنا أن يعني نركب على الكمبيوتر مثل هذه الأرقام لا ننجح، سنجد أنفسنا أمام ما يشبه الكلمات متقاطعة. فكيف جاءت كلمات أول آية وآخر آية لتساوي الرقم 7، وكلمات أول سورة وآخر سورة لتساوي 7 مضروبا في 7، 7 مربع؟ يعني تأكيد من الله على أن المعجزة موجودة. طيب ماذا عن حروف اسم الله؟ دعوني أعود معكم للسؤال الذي طرحته قبل قليل. سورة الفاتحة لها علاقة بالله، محورها هو الله تعالى، وسورة الناس لها علاقة بالناس، من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس إلى آخره. وقلنا إن القرآن هو رسالة من الله أول سورة إلى الناس، 114 سورة. في سورة الفاتحة أيها الأحبة ماذا يحدث إذا قمنا بعد حروف اسم الله؟ هل تتصورون معي أن نجد عددا له علاقة بالرقم 7؟ دعونا نعد معا. اسم الله يتألف أساسا من 3 أحرف هجائية، هي الألف اللام الهاء، لام مكرر. إذن الله تعالى اختار لحروف اسمه من اللغة 3 أحرف: ألف لام هاء. حرف الألف كما هو مرسوم في المصحف بين أيدينا، يستطيع أي إنسان أن يفتح سورة الفاتحة ويعد حروف الألف كما هو بالرسم العثماني مصحف المدينة المنورة. حرف الألف تكرر 22 مرة، وحرف اللام تكرر 22 مرة، هذا في سورة الفاتحة نحن نتكلم الآن، أول سورة في القرآن. إذن الألف 22، اللام 22، كم المجموع؟ 44. الهاء كم مرة تكرر؟ تكرر حرف الهاء 5 مرات في سورة الفاتحة، أصبح المجموع 44 زائد 5 بالتمام والكمال يعطينا 49 عدد حروف اسم الله في سورة الفاتحة، وهو يساوي 7 في 7. سبحان الله، سبحانك يا رب. يعني أتمنى من أحد الملحدين أن يقول لي هذه مصادفة. لا يمكن أيها الأحبة، لا يمكن لأحد عاقل أن يعتقد بأن هذه مصادفة، أن نجد في أول سورة من القرآن حروف اسم الله وهذه السورة محورها هو الله. نحن لم نأتي بكلمة من هنا أو كلمة من هنا، أن نجد حروف اسم الله تساوي 7 في 7، والله تعالى سماها 7 المثاني، أي 7 المكررة، المثاني من التثنية والتكرار. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم.
طيب ماذا عن آخر سورة؟ هل تتكرر المصادفة؟ آخر سورة أيها الأحبة تتحدث عن الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، وختمت بكلمة الناس، وهي رسالة إلى الناس. لنتبع نفس الخطوات ونتساءل ماذا يحدث لو قمنا بعد حروف كلمة الناس في سورة الناس. كلمة الناس تتألف من 4 أحرف: ألف، لام، نون، سين. إذن الألف، اللام، واللام مكررة طبعا، النون، السين، 4 أحرف. في سورة الناس أيها الأحبة كما رسمت في القرآن، ويستطيع أي إنسان أن يتأكد من ذلك مباشرة، لا يحتاج إلى كمبيوتر، يجلس لمدة نصف دقيقة يستطيع أن يعد حروف الألف ليجد 18 حرفا. حرف الألف تكرر في سورة الناس، آخر سورة من القرآن، 18 مرة، وحرف اللام تكرر 12 مرة، أصبح المجموع 30. حرف النون تكرر 9 مرات في سورة الناس، آخر سورة من القرآن، أصبح المجموع 39. كم يجب أن يكون حرف السين لتكتمل 10 مرات أيها الأحبة؟ حرف السين تكرر 10 مرات في سورة الناس، أصبح لدينا 39 زائد 10، 49 حرفا، أي 7 في 7. سبحان الله، يعني حساب منضبط بدقة. لو زاد حرفا أيها الأحبة لاختل هذا البناء، لو نقص حرفا لاختل هذا البناء. ثم إن عدد حروف اسم الله الأبجدية، يعني الله ركب حروف اسمه من 3 أحرف: ألف، لام، هاء، وحروف الناس 4 كما قلنا الأبجدية، المجموع كم؟ عدوا أيها الأحبة، 7. يعني أينما تلفت تجد أمامك الرقم 7، لأن الله تعالى يريد أن يعطيك رسالة واضحة أيها الإنسان. الإعجاز البياني ربما لا يفهمه إلا العرب، الإعجاز العلمي ربما لا يعني يقتنع به إلا المتخصصون أحيانا، ولكن لغة الأرقام حتى الطفل الصغير يستطيع أن يقتنع بها وأن يستوعبها، لا تحتاج إلى لغة أيها الأحبة. سبحان الله، القرآن 114 سورة، أين نجد هذا العدد أيها الأحبة؟ يعني بقي لدي شيء لطيف جدا جدا جدا، سيكون مفاجأة. إذا أخذنا الحروف الأبجدية التي تتركب منها كلمتين هما الله والناس، نجد أنفسنا أمام 5 أحرف: الألف، اللام، الهاء، النون، السين. طبعا ما عدا المكرر، نتعامل في هذه المعجزة مع الحروف الهجائية التي تتركب منها الكلمات. يعني اسم الله واسم الناس، هاتين الكلمتين عدد حروف اسم الله 4 طبعا مع المكرر، والناس 5، أصبح المجموع 9، ولكن إذا حذفنا الحروف المكررة يبقى لدينا 5 أحرف: ألف، لام، هاء، نون، سين. طيب هذه الحروف 5 كم مرة تكررت في أول سورة وآخر سورة، يعني في سورة الفاتحة وفي سورة الناس، كم مرة؟ دققوا معي أيها الأحبة. حرف الألف تكرر 40 مرة في سورة الفاتحة وسورة الناس، في الفاتحة 22 وفي الناس 18، المجموع 40. حرف اللام تكرر 34 مرة، في سورة الفاتحة 22 وفي سورة الناس 12. حرف النون كم مرة تكرر؟ 20 مرة، في سورة الفاتحة وسورة الناس، إذا قمت بعد حرف النون تجده 20 مرة. حرف الهاء 7 مرات، 5 في الفاتحة و2 في سورة الناس، 7 مرات في السورتين. وأخيرا حرف السين تكررت 13 مرة في سورة الفاتحة وسورة الناس. هذه حروف كلمتي الله والناس،
نحن قلنا إنه رسالة من الله إلى الناس، لا نأخذ كلمات عشوائية أو عبثية، ولا نذهب إلى سور هنا وهناك، فقط أول سورة وآخر سورة فقط. الآن أيها الأحبة، كم المجموع؟ اجمعوا معي: الألف 40، اللام 34، الهاء 7، النون 20، السين 13. المجموع هو 114 عدد سور القرآن. كأن الله يريد أن يقول لك: أيها الإنسان، هذا القرآن هو رسالة من الله إلى الناس بسوره 114 سورة. لا يمكن لبشر أن يزيد سورة أو ينقص منه سورة، ولا يمكن لبشر أن يزيد حرفا أو ينقص حرفا. لو أن أحدا فكر أن يضيف حرف سين واحد لسورة الناس أو يحذف حرف سين لاختل هذا البناء بالكامل. لو أن أحدا فكر أن يضيف مثلا آية لسورة الناس أو لسورة الفاتحة لاختل هذا البناء بالكامل. والله أيها الأحبة، إن هذه المعجزة لتشهد على أن هذا الكلام لا يمكن إلا أن يكون كلام الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.